هل يجوز الصوم للوالدين المتوفيين التماسا للمغفرة لهما؟ طبعا الصوم عن الموتى أو عن الأحياء لا يجوز، لأن العبادات قسمان، هناك عبادات مالية وهناك عبادات بدنية. فالعبادات المالية يجوز فيها النيابة بإطلاق، الزكاة يمكن أن يخرجها إنسان عن آخر، يخرج الإنسان عن أبيه الزكاة، ينوب عنه في المبلغ ويخرج هو، هذا جائز. يخرج عنه في النفقات، إذا كانت عليه نفقات لزوجته يمكن أن ينوب شخص عن شخص، لأن هذا المراد منها إخراج المال. لكن العبادات التي هي عبادات قلبية كالصلاة والصيام لا يجوز فيها ذلك. واختلف قول مالك في الحج، فهل يجوز النيابة في الحج أم لا تجوز، ورجح المالكية الكراهة في ذلك. على كل هذا، هؤلاء الذين توفوا أفضوا إلى ربهم، فإذا كان الإنسان من هؤلاء قد ترك صوما وعليه فدية، إذا كان هو قد أخرج هذه الفدية فقد كفي ذلك، وإذا كان أوصى بإخراج الفدية عنه فتخرج، وإذا لم يكن قد أوصى بإخراج الفدية فإن الأمر ينتهي عند حدود وفاته ولا يفعل شيء من ذلك، وإنما يستغفر له ويتصدق عليه. والإنسان دائما، المؤمن دائما يذكر أصوله وآباءه ويتصدق ويهديهم الثواب، هذا جائز. وإن الموتى كما ورد ينتظرون ما يهدى إليهم، فأيما ميت تركه أهله أو أبناؤه ونسوه فإنه يخزى بين الأموات، لأن الأموات الآخرين ترسل إليهم وتبعث إليهم هذه الصلات، هذه الصدقات، هذه الأشياء التي يذكر. هذا الدعاء أساس الإنسان، يدعو لأبويه ولمن كان سببا في وجوده، ويدعو لشيوخه، ويدعو لمن شاء ممن يحبه من قرابته وأصدقائه، ويبقى دائما هذا الوفاء وجزء من خلق المسلم.